بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعزائي طلاب الصف السادس، كل عام وأنتم بخير، أهنئكم ونفسي بحلول شهر شعبان، فاليوم غر شهر شعبان، هذا الشهر الذي ذكر في فضله العديد من الأحاديث، منهم ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر الأمة. اليوم بإذن الله بنتحدث عن درس جديد، وهو ده نص شعري بعنوان مرح الطفولة. مرح الطفولة، صفحة 90 في كتاب مهاراتي في القراءة. في بداية النص نذكر بعض الألعاب الشعبية في عمان، فنستمع إلى الطلاب في ذكر بعض الألعاب الشعبية في عمان. درسنا منها لعبة العنبر في الصف الخامس، وألعاب كثيرة كان يلعبها الأطفال. نستمع إلى طالب آخر يقول: في صناعة البيوت الصغيرة كنا ونحن أطفال نصنع بيوت، وكانت الرياح تهدمها، وهناك ألعاب كثيرة. الأهداف في هذا النص تتحدث عن، نريد أن نقرأ القصيدة قراءة صحيحة، طبعا نحن نعرف نص شعري نسميه قصيدة. يبقى الأهداف أن يقرأ الطالب القصيدة قراءة صحيحة، أن نستنتج الفكرة العامة للقصيدة، عن ماذا تتحدث القصيدة، أن نبين مظاهر الجمال في القصيدة. أهم شيء أن يحفظ الطالب القصيدة، نحن نعلم أن هذه القصيدة والنصوص التي درسناها حلو. كامل القصيدة حلو. هنستمع الآن إلى قراءة القصيدة. مرح الطفولة. كم من عهود عذبة في عدوة الوادي النظير، بالضية الأصحار مذهبة الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور، نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور، ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير، ونخاطب الأصداء وهي ترف في الوادي المنير، لا نسأم اللهو الجميل وليس يدركنا الفطور. مرة أخرى: كم من عهود عذبة في عدوة الوادي النظير، في الضية الأصحار مذهبة الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغرير. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور، نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور، ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير، ونخاطب الأصداء وهي ترف في الوادي المنير، لا نسأم اللهو الجميل وليس يدركنا الفطور. هكذا قرأنا هذا النص. سنتحدث عن بعض معاني المفردات ومظاهر الجمال في هذا النص. ننتقل بعد ذلك، بعد أن قرأنا القصيدة، قرأتها مرتين لكي تتعودوا على قراءتها، ونريد منكم قراءتها وتسجيل مقاطع صوتية وإرسالها لي. معاني المفردات، ننتقل إلى بعض معاني المفردات الموجودة في القصيدة. أخذنا على سبيل المثال من البيت الأول كلمة عدوة. كم من عهود عذبة في عدوة. إذا سألت طالب كلمة عدوة نبحث عنها في المعجم في أي مادة؟ أحسن، في مادة عداء و، ثلاث حروف، العين والدال والواو. إذا بحثنا عنها في المعجم سنجد أن معنى كلمة عدوة هي جانب أو شاطئ. عدوة الوادي النظير أي شاطئ الوادي، ونحن نعرف جميعا الوادي. عندنا في
الأبيات كلمة القصائد وكلمة الأسحار وكلمة البكور. القصائد والأسحار والبكور، هذه جميعها أوقات. القصائد جمع مفردها، أحسنت، الأصيل، والأصيل هو وقت الغروب قبل المغرب يسمى بوقت الأصيل. الأسحار جمع مفردها السحر، أحسنت، وهو آخر الليل وقبيل الفجر يسمى بوقت السحر. البكور هو وقت الصباح يسمى وقت البكور. أغاريد الطيور، كلمة أغاريد يعني أغاري، ومعنى وأغاريد جمع مفردها أغرودة. عهود، كم من عهود، عهود جمع مفردها عهد، والعهود هي الأزمان. وسوف أرسل لكم ورقة تبين لكم جميع معاني الكلمات في هذه القصيدة. الفكرة العامة التي تتحدث عنها القصيدة، نستمع إلى الطلاب. نعم، الفكرة العامة هي الحديث عن أيام الطفولة والألعاب التي كان يلعبها الأطفال. وإذا سألنا كل طالب سيذكر لنا الألعاب المفضلة لديه في وقت الطفولة. إذن هذا النص قائم على الوصف، هو وصف أيام الطفولة وما حدث في أيام الطفولة. ننتقل إلى مظاهر الجمال في النص، الأشياء الجميلة في النص في كل بيت. أخذنا في البيت الأول يقول كم من عهود عذبة. كم هنا نحن نعلم أن كم أداة استفهام تسأل عن العدد، أحسن، ولكن هل كم هنا أداة استفهام؟ هل رأينا في نهاية البيت علامة استفهام؟ لم نرى، لأن كم هنا تسمى بكم الخبرية، كم الخبرية التي تفيد الكثرة، كم من عهود، كم من عهود، كم من أزمان. وفي هذا البيت أيضا درسنا تشبيه يشبه الأزمان بالأشياء أو الشيء الطيب الصالح، وهو عذبة. أخذت في البيت السابع نبني، كلمة نبني وكلمة تهجمها، بين الكلمتين ماذا؟ ترادف؟ ليس ترادف، ليس معناهما واحد، ولكن تضاد، بينهما تضاد، عكس بعض. نبني فتهدم، طبعا هذا تضاد يوضح المعنى. وسأرسل لكم أيضا مظاهر الجمال كاملة في الورقة. تقولنا على هذا الدرس. السؤال الأول، من قائل هذا النص؟ السؤال الثاني، نبحث عن معنى كلمة الغرير، الطفل الغرير، كلمة الغرير بالمعجم في مادة، نريد نعرف مادة البحث في كلمة الغرير. السؤال الثالث، حدد الأبيات الدالة على المعاني الآتية، بمعنى أعطيك معنى أريد نستخرج أو نحدد البيت الذي يدل على هذا المعنى. السؤال، البيت الأول أو المعنى الأول، كانت الرياح تهدم البيوت فلا نحزن ولا نغضب، حدد البيت الدالة على ذلك. نظل نلعب ولا نمل ولا نتعب، حدد البيت الذي يدل على ذلك. كم من أزمان قضيناها في جانب الوادي الأخضر، حدد البيت الدالة على ذلك. بكذا نكون في نهاية الدرس. مرح الطفولة هو نص شعر يتحدث عن أيام الطفولة وعن الألعاب التي كان يقدمها الأطفال. في نهاية الدرس المطلوب المهم في هذا النص هو حفظ النص، معرفة معاني الكلمات. وأكد مرة أخرى، حفظ القصيدة، القصيدة كاملة، حفظ القصيدة، بعض معاني الكلمات، مظاهر الجمال، وحل هذا التقويم وإرساله لي على جروب الصف السادس. بكده نكون وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.